زي ما قلت المواطن هو بؤرة الاهتمام، وبالتالي كان مهم جدا رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. وعليه فإن ما تم من إنجازات بحسب تصريحات المسؤول الأول بالتموين جاءت لتلبي احتياجات المواطنة. البداية كانت بتقديمه كشف حساب لما تم على الأرض في مشروع مراكز الخدمة. النهاردة بنتكلم على أكثر من 300 مكتب تم تطويره في أنحاء الجمهورية، ليس فقط مكاتب التموين ولكن مكاتب السجل التجاري كذلك تم عمل، يعني المركز بتاع السجل التجاري موجود فيه بطاقات التموين، موجود فيه العلامات التجارية، موجود فيه حماية المستهلك، موجود فيه مصلحة الدمغة والموازين، بيقدم كافة الخدمات. ليضع بعدها وزير التموين النقاط فوق الأحرف لما تم في مشروع جمعيته والذي وفر الآلاف من فرص العمل للشباب. فحنصل لأكثر من 7000 منفذ يضافوا إلى 33,000 بقال تمويني، يضافوا إلى 1,300 جمعية استهلاكية للتجزئة، فيبقى عندنا أكثر من 40,000 منفذ موزعين توزيع منتظم. ثم كانت تصريحات وزير التموين حول ما تم من إنجاز في إنشاء الصوامع وأصول الطاقة التخزينية للقمح إلى ما يصل إلى 4 ملايين طن، وبنوفر ما كان يفقد من التخزين في العراء أو التخزين في الشوي. لما كنت بحسب لكم على الطن ب 5000 جنيه كنت بقول لكم 5 مليار، النهارده الطن لما تضربه هيجيب 5500 وحاجه، يعني حوالي 5 مليار ونص. كل تكلفة الصوامع من 2014 لغاية النهاردة 5.7 مليار جنيه. ليتحدث بعدها وزير التموين عن منظومة تحويل المخابز للعمل بالغاز وما كانت منظومة الخبز والدقيق واستراتيجية زيادة المساحة المنزرعة من القمح. شفتوا انتوا زيارة الرئيس لتشكى وشفتوا قد ايه المساحات المنزرعة الجديدة عندنا السنة دي ان شاء الله، بناء على الحوار مع الخدمة الوطنية ومع الجهات القادمة للزراعة، حوالي زيادة 60,000 فدان قمح. لينهي وزير التموين حديثه بالمؤتمر الصحفي حول المناطق اللوجستية والمخزون الاستراتيجي من السلع الذي وصل إلى 6 أشهر بعد دعم رئيس الجمهورية لتكوين هذا المخزون. رمضان الشحات، التلفزيون المصرية.